أنا سعيد بحياتي لأنني أعيش بين الآخرين. أنا قريب من عائلتي، إخوتي وإخوة زوجتي، لا يسعني الرحيل عنهم. أول ما أتذكره هو الإبحار في الأرجاء مع والدي والصيد. لطالما كنا نجول في الأرجاء، لقد علمني وأخي كيف نصطاد، ولم أتوقف من حينها. الصيد عملنا ولا زال حتى يومنا هذا. أصطاد الفقمات والسمك والحيتان وحريش البحر. كان جدي يعيش هنا، وكان لديه 10 أبناء. في الشتاء كانوا يسكنون بيت المرج، وفي بداية موسم الصيد أي في أيار مايو أو حزيران يونيو كانوا يخرجون من المضائق البحرية ويبدأون بتجفيف الفقمات.
حين استقر سكان غرينلاند القدامى على هذه الشواطئ قاموا بتسمية كل مناطق الشريط الساحلي. إن ذكر أحد اسم مكان ما كانوا يعرفون جميعا أين يقع. حين كانوا يسافرون للصيد في الشتاء جميع المداخل والمضائق لها أسماء. كان الناس يعيشون في تجمعات صغيرة جداً، ليس أكثر من 10 أو 20 شخصاً ربما. كانت حياة قاسية للغاية، حيث كان متوسط العمر المتوقع حوالي 35 عاماً. وصل الدنماركيون للمرة الأولى عام 1884، فتم بناء أول منزل خشبي، ثم تم إنشاء مركز تجاري، وجاء إلينا قسيس. تم إدخال المسيحية اللوثرية البروتستانتية. حين وصلنا أتذكر أيضاً أنه كانت هناك بقايا لمأوى بيت شتوي، كان الناس لا يزالون يعيشون فيها، وهذا حديث جداً لأننا جئنا إلى هنا قبل 35 عاماً فقط. وفي ذلك الوقت انتقل الجميع للعيش في مساكن مبنية من مواد قادمة من الدنمارك. كان التطور سريعاً جداً هناك. كان المنزل الشتوي عبارة عن منزل مبني من طبقات الأعشاب والحجر فوق بعضها البعض، وفوقها سقف مكون من طبقتين من جلود الفقمات تدعمها بقايا الأخشاب وبعض من عظام الحيتان. وكان الناس يسكنون فيها 6 أشهر في السنة. كانت مزدحمة ومكتظة للغاية. وقد أوجدت تسامحاً كبيراً بين سكان شرق غرينلاند. لقد جئت قبل 35 عاماً وكنت مرتبكاً تماماً في الأسابيع الأولى، لأنني وجدت جنة هنا. وجدت جبالاً رائعة وتضاريس مذهلة وأناساً ظرفاء ولطفاء للغاية. كانت هناك مستوطنة صغيرة تسمى سيرميلياق، وكان يعيش فيها 120 شخصاً. كان الأمر صعباً جداً، لا ماء ولا كهرباء ولا هاتف، لا شيء. كانت خارج هذا العالم الحديث تماماً. كان 99% منهم صيادين، والحياة كانت عبارة عن صيد. كانت قوارب الكاياك جزءاً كبيراً من الحياة في غرينلاند. كانت مهمة للغاية بسبب نمط الحياة. إن أراد المرء البقاء على قيد الحياة فقد كان بحاجة لقارب الكاياك. كان صنع الواحد منها يستغرق 10 أيام إن أردت صنعه كما يجب. تتكون منطقة أماسالق من بلدة تاسيلاق والمستوطنات الخمس. يبلغ عدد سكانها جميعاً نحو 3000 شخص، ويفترض أن يكون هناك 50 صياداً يحملون رخصة. يمنحك الترخيص الإذن لقتل الدب القطبي على سبيل المثال. كان الناس يصطادون بواسطة قوارب الكاياك حصراً، ففي تلك الأيام لم يكن هناك محركات. The
كانت عملية تغيير الثقافة في المجتمع تحدث دائماً، بمجرد أن تقابل شخصاً من العالم الخارجي يترك فيك أثراً. قبل 100 عام كان على الرجل أن يكون قادراً على التجديف بقوارب الكاياك لكي يعيش ورمي الحربة. بعد 50 عاماً أصبح على الرجل الصالح أن يكون قادراً على إصلاح محركه الخاص للقارب واستخدام البندقية. إنه ليس العالم ذاته، لقد تغير عالمنا كثيراً. لست متأكداً مما إذا كان هذا النوع من الحياة أفضل لنا أم لا. لكي تكون صياداً عليك الاستيقاظ باكراً، تستيقظ متحمساً، تحدوك الرغبة بالانطلاق ولا يمكنك العودة للنوم، لأننا نشعر بالحماس ليس بسبب المال أو أي شيء من هذا القبيل، إنه بسبب الصيد، فهذا يجعل الحياة أكثر سعادة. عام 2009 فرض الاتحاد الأوروبي ما يدعى بالحظر على تجارة الفقمات، وتم استثناء شعب الإنويت من ذلك الحظر، أي سمح فقط بصيد الفقمات التي يصطادها شعب الإنويت، كان يمكن طرحها في السوق الأوروبية. يؤسفني القول إن المسافة كبيرة بين بروكسل وشعب الإنويت في غرينلاند. لقد دمرت العائلة، لم يعد الصياد الرئيسي هو رب الأسرة بعد الآن. لا أعتقد أن النشاط الاقتصادي دمره القانون، بل لعله دمر نتيجة شعور معين ينتشر بين المواطنين، لأنهم لا يحبون شراء منتجات الفقمات ولأنهم يتعاطفون معها. بصراحة لا أعتقد أنه بإمكاننا فعل الكثير حيال ذلك الأمر للأسف.
كانت خلفية الحظر عام 2009 نتيجة صيدها في كندا بضرب صغار الفقمات بالهروات. كل أوروبي اليوم حين يتحدث عن موضوع الفقمات يرى تلك الصورة في ذهنه، أي صورة أشخاص يضربون صغار الفقمات بالهروات، لكن هذا ليس هو ما يحدث في غرينلاند عند شعب الإنويت. إنهم يصطادون الفقمات البالغة فقط من أجل الغذاء والجلود إلى آخره. قبل وقت طويل، ربما في السبعينيات، بدأ المشاهير كبريجيت باردو الممثلة الفرنسية يعبرون عن غضبهم من صيد الفقمات. في ذلك الوقت تم تخفيض الأسعار للنصف، والآن بدأوا يعتذرون، مثل منظمة السلام الأخضر. إن ما فعلوه ضرر هائل، وقد فات الأوان الآن. لم يعد بيع جلود الفقمات شيئاً يمكنك أن تعيش منه الآن. لا يمكننا بيع إلا أجمل الجلود. لا يمكننا بيع الجلود المعدة بشكل سيء أو الخالية من الفراء. لابد أن يكون الجلد جميلاً كهذا. سأرسل هذه إلى بلدة تسيلاق، حيث تسلم جميع الجلود، وحين يتم شحنها سيدفع لي ثمنها. حين تقارن بين الماضي والحاضر تجد أن لحوم الطرائد أصبحت أرخص، لذا فسوف أنتقل أنا وزوجتي إن وجدنا عملاً في البلدة. لو لم نكن صيادين لربما ذهبنا إلى البلدية لتلقي المساعدة بسبب قلة العمل في القرى. في بلدة إيقتق حيث ولدت كان هناك نحو 60 إلى 70 شخصا يعيشون هناك في ذلك الوقت.
بقيت هناك حتى تأهلي للدراسة، ثم انتقلت إلى تاسيلاق للدراسة. كان والدي واعظاً للتعاليم المسيحية ويعمل مدرساً، فسألوه عما إن كان يريد الانتقال إلى المدينة. حيث دفع الوضع الاقتصادي الناس للانتقال إلى المدينة، حيث كانوا يريدون العمل وكسب المال، فبدأت القرى بالاختفاء شيئا فشيئا. الانتقال من قرية صغيرة إلى بلدة مثل تاسيلاق التي يقطنها 2000 نسمة خطوة كبيرة بالنسبة للناس. هناك بعض الأماكن التي يمكنهم العمل فيها كالمحلات التجارية، ولكن فيما عدا ذلك لا يوجد شيء يمكن أن تفعله هنا. إحدى المشاكل التي يواجهها الصيادون اليوم هو أن علينا شراء كل شيء. لم يعد بإمكاننا الحصول على أي شيء مجاناً بعد الآن. الوقود والمعدات باهظة الثمن، وإن كانت ذات جودة فستكلف أكثر. أعتقد بالتأكيد أن على هذا المجتمع أن يركز على السياحة أكثر، فالناس يودون الخروج صحبة صياد حقيقي. هذه تجربة رائعة، أن ترى المناظر الطبيعية من طريقة النقل التقليدية هذه. تؤثر السياحة أيضاً على الكثير، وليس دائماً تأثيراً جيداً. تشتهر مناطق شرق غرينلاند بفنانيها ونحاتيها كثيراً الذين يصنعون تماثيل التوبيلاق الجميلة هذه. إنهم يجنون ما يعادل 10,000 يورو سنوياً، ثم يلتقون سائحاً قد صرف 5,000 يورو بقدومه إلى هنا، أي أنه في أسبوع واحد يصرف ما يجنيه مواطن من غرينلاند في سنة تقريباً. هذا يؤثر في المجتمع كثيراً، لذا فتأثير السياحة لا يتعلق دائماً بالجانب الإيجابي. لا أود لأطفالي أن يعيشوا على الصيد حصراً، ببساطة لأن الأمر قد يكون صعباً للغاية. إن كان الطقس سيئاً فلن يكون لديهم ما يأكلونه أو يبيعونه. ينجح الصيد فقط حين يكون الطقس جيداً والطرائد متوفرة. الشباب اليوم يريدون ارتداء ملابس فاخرة ولا يريدون التجول بملابس من جلود الفقمات،
ويودون أن يكون لديهم عربة جليد جميلة أو قارب جميل، لا أن يجدفوا بقوارب الكاياك. ليس من الرائع أن تكون صياداً، ولا يمكنهم التوفيق بين ما يريدون وما يملكون، وأعتقد أن ذلك الشعور باليأس وبالطبع مع مزيج من الكحول هو الذي يؤدي بكثير من الشباب والمسنين أيضاً للانتحار. الرقم يرتفع سنوياً، تحدث معظم حالات الانتحار في المستوطنات أو في الأماكن الأكثر عزلة. يزداد عدد الشباب الذين يثمرون كل نهاية أسبوع. أنا أعرف المشكلة لأنني مررت بها. إنهم ينتحرون ويدمنون الشرب ولا يريدون الصيد أو العمل. اسمي يوليوس نيلسن، أعيش من السياحة والصيد، ولعدة شهور اضطر للعمل كهربائياً. اضطررت للذهاب إلى الدنمارك لتعلم اللغة الدنماركية. كانت هناك فرص أكثر للتعليم هناك. في أول شهرين لي في الدنمارك كان الأمر رائعاً، ثم بدأت أشعر وكأنني غريب. كانت بقية العام صراعاً. حين عدت إلى شرق غرينلاند أيام العطلة كان الأمر جميلاً جداً. ذلك أنا، تلك هويتي، فأنا أنتمي إلى هنا. عدت رغم أنني كنت سأحظى بحياة أسهل في الدنمارك. كنت سأحصل على عمل أفضل في نوك أو في غرب غرينلاند، والآن أنا هنا، لا لأصبح غنياً بل لأنضج كشخص. نحن قريبون جداً من أسلافنا هنا. ولدت أمي في بيت مروج، لم يكن هذا قبل 100 أو 200 عام. لا يزال هناك أشخاص يعيشون هنا عايشوا غرينلاند القديمة. تعليمنا لا يبدأ في المدرسة، بل نتلقاه من إخوتنا ومن الصيادين وأفراد العائلة الأكبر سناً. من رواية القصص، عندما كنا مجرد أطفال. في طفولتي حتى التسعينيات كانت المياه تتجمد بعيداً عن الساحل. كان بإمكانك عبور المضيق البحري دون مشاكل، لكن ليس الآن. في الماضي كان بإمكانك الذهاب مع الكلاب بعيداً عن الساحل لصيد الفقمات، لكن ليس بعد. لقد تغير المناخ هنا، هذا أكيد. إنه ليس وضعاً خاطئاً وحسب. الناس هنا مرنون للغاية، هذا طبيعي بالنسبة لهم. إن لم يكن هناك جليد يقولون حسناً سنذهب بالقارب، وإن كان الجليد كثيفاً حسناً سنذهب على الزلاجة.
كان الصياد أكثر من مجرد مزود طعام، لقد كان رمزاً هنا، كان شخصاً متخصصاً، كان فناناً. مات الكثير من الناس جراء الحوادث. يمكن لأصغر شيء أن يسبب الموت، أصغر خطأ. إن سقطت عن سطح القارب أو انقلب قارب الكاياك، إن سقطت في البحر من زلاجة الكلاب أو إن سقطت في الماء ببساطة، عالمنا مليء بالخطر. أفضل صديق لهم في الشتاء هو الكلب، هذا أهم جزء في هوية الصياد في الشتاء، لذا من المهم جدا أن يكون لديك كلب. إنه مثل الخيل في القارة الأمريكية أو البغل في أوروبا، إنه حيوان عامل يظل في الخارج طوال الشتاء. الأجانب لا يفهمون هذا، لكن هذا هو نمط حياتنا، إنها طريقة للإبقاء على ثقافتنا حية. هناك فرق كبير بين جراء الشتاء وغيرها. جراء الشتاء أصغر حجماً حين تكبر، لكنها دائماً ما تعيدني إلى المنزل. لديها بداية صعبة في الحياة، حيث يكون حجمها أصغر حين تكبر، لكنها لا تستسلم أبداً. أما الجراء التي تولد صيفاً فتكون بدايتها في الحياة أسهل وتكون كبيرة الحجم وقوية، لكننا لا نستخدمها. لا يمكنك النجاة في الشتاء بأي طريقة أخرى، لذلك نريد للجراء أن تولد شتاء لكي نستطيع الاعتماد عليها. إنها هي التي تجعلني أقول تبا لهذا، لنذهب في جولة. كلاب الصيف غير قادرة على فعل ذلك، لذا فنحن لا نريد تلك الكلاب.
حين تكون الرؤية ضبابية لا يمكنك رؤية الفقمة لأنها تكون في الأسفل. نعم. إنه ساخن جدا. تبا لك، أنت مزعج للغاية. أيها الشرير، حصلنا على إينوس عام 2006. إنه يرافقني في الصيد وعلى زلاجة الكلاب طوال الوقت وفي كل مكان. إنه يحب الصيد، لكن لا أعرف، قد يصبح صيادا أو ربما سيبدأ الشرب. سأحاول الوصول إلى الجهة الأخرى لكي نتمكن من جمع الأعشاب البحرية، ستكون مناسبة مع لحم الفض المطبوخ. ألم نحصل على واحدة؟ نعم. الصغيرة؟ يداك متجمدتان، عليك أن تفكها، إن سحبتها فستنكسر. فكها، إنها ملفوفة. لا تتجمد يدا إينوس أبدا، وكأن يديه من الفولاذ. يمكننا تناول هذه نيئة أو مطبوخة. لا نأكل هذه. هذه نأكلها وهذه نرميها. هذا قابل للأكل. أنا دوميليا كريستيانسن.
حين كنت شابة وكان زوجي كذلك، كنا نتجول في الأرجاء في فصل الصيف وكنا نصطاد كثيراً. لم يكن لدى زوجي سوى قاربي كاياك، وكان يتجول فيه طوال الوقت. كنت أصلح الجلد بنفسي. تلك كانت حياتي. كان من الصعب تأمين الطعام آنذاك. كنا نتناول اللحوم طوال الوقت، وإن نفدت كان علينا أن نذهب إلى الشاطئ لجمع الأعشاب البحرية. حين كان والداي بصحتهما كانا بارعين في العثور على الطعام. كانت الحياة أسهل حين كنا أطفالاً، ولكن حين حل أجلهما وتوفيا كان الوقت شتاء، وكنت أنا الأكبر سناً. كان ذلك صعباً أن أرى إخوتي يبكون من الجوع. هنا في شرق غرينلاند، الفقمة بنفس أهمية الخنزير في الكثير من البلدان الأوروبية. كل شيء فيها تتم الاستفادة منه، لذا فلا حياة بدون الفقمة. لذيذ. على مر السنين تغير طعامنا، فنصف الطعام الذي نأكله اليوم دنماركي. الطعام بالنسبة لي هوية، بوضوح وبساطة. إن غيرنا الطعام فإننا نغير المجتمع. في شرق غرينلاند ليس لدينا مستقبل واضح، وهذا ينبئ بالكثير. لا، نحن نبحث عن المستقبل، نبحث عنه حقا. تقول الحكومة والشركات الدولية لديكم نفط ولديكم معادن ولديكم ذهب، ولكن قبل أن يتحقق ذلك وقبل أن يجنوا المال من ذلك سيكونون جميعا قد ماتوا وسيكون الأمر قد انتهى. ما العمل؟ هذا مخيف. أولادنا لن يكونوا صيادين أبداً، ليست لديهم العقلية ولا الإرادة. لما يختارون الطريق الصعب إن كان بإمكانهم اختيار الطريق الأسهل؟ Where is it?
لقد عشنا هنا لأجيال، نحن نحب بلدنا ولا نريد بلدا آخر. لما أعيش هنا؟ لأنني ولدت هنا، إنه هويتي، وطني، قلبي. رغم صعوبته، يمكنك الشعور في أغلب الأحيان أن هذا هو المكان الذي ننتمي إليه من العالم. لا أستطيع تصور حياة دون صيد، سنظل صيادين دائماً لسنوات قادمة على الأقل. أنا أحب هذا المكان لأن فيه مناطق صيد هنا. أنا أحب العيش هنا. Thank you.